先给你，知道吗？慢慢的好了，你可以休息。并且呢，慢慢的还是皮肤在看你。我问你，现在你你觉不到那个看你不合我不理你啥的吗？的，一切都依靠我看了好了。جواب کیا کہ آج ایک مینے تو پوری کی دکا کیا ہی پی دکا اوئی کہ خواہی کی برہ فرمانی پی کردو لکھویا برجستے گا اوئی کہ خواہی کی برہ رگری لے کردو لکھتا رکھانا کلی دور خاتوا ہمو ہو حوالانی کہ خواہی کی برہ دارکی رکھو لانا براسی در خاتوا و ہمو ہمانا انسانی باوردار ایمانی پی برزا بیتو والله هم أنا بوابك إنسان ذات تدبر القرآن كم رامان القرآن نوى القرآن زور العظيم معي وابن القيم جوزي رحمة خير في الدنيا كافر من فتدبر القرآن إن كنت هدى فالعلم تحت تدبر القرآن علم وهذا الشيء رامان لا اعتقاد القرآن في لزم ما فرطنا في الكتاب من شيء وكو ما أصابتنا فلا أخوة تعالى فما كتاب أنزلناه إليك مبارك أي محمد عليه الصلاة والسلام هو كتاب كتابه شيء مبارك وضع هذا الأخوة ليتدبروا آياته وكوا تدبر لآتكان أمكرين وليتذكر كل الألباب لأن جامي تدبر رمان القرآن كسجيل عقلك وروشي خيان دينا وأمشقاري زور بسلطة أكرين يا آتي تشكي خيان أخوائي يورا فرمي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها بول القرآن حاملا تدبري بوت يدانات أم على قلوب أقفالها أم لأنه معنى بلد يعني بل على قلوب أقفالها وكل سبق الله كان خفلي لذراء تعثر بويا آمدني تدبرك على القرآن شنك إنسان أقل بيته تدبري كذابك هرشي خير وخوشي يا أولو دردك دهی که طلای حذی بخیر رو خوشی نبید یا طلای که داخل و قفل در آن اگر به تو تماشای جیانی پیغمبری خواب که علیه الصلاة والسلام چون مرد بود و لایت کانی و اروها سلفی صالح لصحابه و تابعین و اتباع تابعین و بشین تابکان دبینی اوان چون گرنگیان من بسد آن لفرمده كتاب تعلقك بذره يرتور رحمتي خالي وزا رحمتي خالي بده فرمين قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية يرددها شو كتاب يعني في الأمر يخو عليه الصلاة والسلام آتيها دوبارة كتاب لو ما ندوارك في الأمر آياتك دوبارة كتاب ولا بلا دوبارة كتاب ديار أو قاس لما نكي حالية بكوية أو دوبارة كتاب آيات سورتي سورة المائدة إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إبراهيم كور يشعث فرمي آقام لفضيل كور عياض الشبه كان أم آتي خنايا ودى قريارة قضية كباري كردو سيبارو شوار بارا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم دوباري ذكرت ونبلو أخباركم أي فرموا تبلو أخبارنا إنك إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتبت أستارنا أبو حنيفة رحمة إخوانا بين مسلوتي كان وجهك إمامكي جارك يا سورة الزلزلة دخلت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى أفرمك أنت كليهم وأبو حنيفة أنا سيكي فكي شاب
دانش دشمنی خویم. همو خلق رویش نه اوزی خوی مایو. افرمه من بجیم نیست. چراکه شو نزی دیدیانم او. دوانی وجه بیشم. افرمه بیانی هات ما تماشام کرد ابو حنیفه دشمنی خوی هر دانش دو دگریم. و حالی خوی دگریم. بترسی و آیت دگریم. پیمانی لیور بردم که آم حالی ابو حنیفه با کس نجیم او. حتی او کلشیان هم آبه. اوان لما ناکانی آیت تیگیشتون كإمام شافعي فرمين لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم بس صورة عصرتها كخواي قولتها أقل أم صورة إذا قل أبوسن أنفسهم صورة عصر لخوي ونغل دزاني ما نيشك يا تدبري كابر دون تفكري كابر دون خوازانه چن اقداما ولم آیتیا چن علمی پیه سبارت بم صورتا او جانه برابره اقصه وجوبتی فرموه کابو تدبر رامان لقرآن ازوز و عظیم ایج اگل اوصاف خواریت او ایک تدبر لآیتکان قرآن ناکا قرآن لقرآن ناکا تخواره او کو پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام لا يجاوز قراءتهم حناجرهم يعني فقر يا ناس تقوار ناس يبنى وضيع كأبوها إسفانا ناكد بعد أولا قرآن كذلك فرمي تيبي أغمري عليه الصلاة والسلام كلاب وضينا أما نصيق يا أجري قوزك لقد ربك بجاني قرآن شفرنا قرآن جوك تفكري كذا ناكد بيري كذا ناكد او هیچ سودی لور نگرند و خیر نوی بایدن تا بای نصحت ما از حکوم و ایرش بر دوام تفکر و تدبر که این لعیتکان قرآن چون که او بایدن رو او حتو تخوارم که ایمه بیر که نو بزن این بازی چی دکم او که ده استفاده بیده که ایمام هم پیبرزه بیده بخواه گوره فرمه الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد اما حديث متيع رب العالمين وما بقيل سلويك القران ومسكراوني مخلوق نيا وكلامي فما يقول وما يقول اقصد أحسن الحديث كتابا متشابه لجواني وريكو بيكيو بهيزي وتكانيان ليك تشي آية تكاني القرآن مثاني دوبارة بيتو جاء تشأحكا مكاني دوبارة بيتو يا عندي قل قصر وصلاة كان تينا دوبارة بيتو يا مسلمانان دوباري دكنا وسيباري دكنا وشواباري دكنا وديفيننا تقشعر من وجود الذين يخشون ربهم كاتيك إنسانك كبا تدبرهم آياتنا دفعين كواب تركة بجانياتي تيستي قرش دبيتوا لترسي رب العالمين ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ورام ندوائوا تيستو ضريشا نرم بيتوا وآخو ذكر رب العالمين كوابوه وكاري كبوه ويك إنسان إيماني بيزار بيت چن كسي قرآن فلتو إيماني بيزار دابت چون که لیکن آقا حالی نه و تدبری که آقا بای ایمانی که برز نبیده و اصل شوه که انسان قرآنی که برای آقا یا جویل قرآن بوده به ایمانی که برز بیده و اذا تلیت علیهم آیات و زادت و ایمان باشترین وکار با اوی که هر برای که حفظی که همه او حفظی بمینه دو هنده شی لقرآن لبر کردوه او لبر کردنی لقرآن بمینه دوه لم يشكي كاتك لي حالي دبي وزاني دعوة شيء لذا دعوة بعد بس شيء كا والفاظ كان إذا لا تشيك دعيا راس الخوب ما بشوية كل وحيصة إذا يا كلا بريك الدواء كهرج زوارج دبي هنا شيء كهر كاتك كذا فنته وما بس رب العالمين دزاني شيء تدبر صوت العظيم أيش بود بيه لألفاظ القرآن تبكي
لألفاظكان وتكاني قرآن بزاني بازا شيدا كام كلمة مبستي بي شيئا بزاني سياقي آية كان بازا شيئا كام أو كاتا إنساني باوقا كاتا نجوانيته وبمروحيته وكل سرطة وباسك الفرمانة كان يجيب جيئا لأن هكذا كان يجورا كبتا أو كاتا بشيويك القرآن لطلو لا لا لناخ ولم يشكو لدلونيا أتشسبه ولست الشوالية لك أنك هرقز أو هرقز أو لست هيتش تجنا مرتها ولمين شناشتها بويا نصيحة بوخوم وإيه وشوايا كهموما أو أن ديك قرآن دخلني نوا أو أن دشت تبريك أبكين شكا قرنك فهمو تيجيش نكيا نكذر فنو القرآن ابن قيم دفرمي قراءة آية بتفكر خير من ختمة بغير تفكر. خنويك آية بالتفكر وقاني معناكين شيئا أو بأخطر لختمه كمعناكين يما زادت. أو استفادة زيادة. إيمانا بهو زيادة بيت. استفادة لو دبيت. لزد لو يا دبيت. زور كسر بخير أي قرآن دفرمي. إمام الشافعي كان لو رجل ختمه شكر له مش دبي ختمه بكم. تو نجد كاست الشافعي. شافعي كانت القرآن فلي لمسر بوسر تداني ما تشتيعك لما ناكي تيجا لتفسيرك حالي دبي وقام نلتو يشتانا جيش بنا وعاصنا كي جيش بنا وعاصنا قينا كلا شو رجل الختمة بقينا وقام نسرتا وجاري في بيست مان بويا كخوما الحالي بكين وأمش من هدي سلفي صالحا بس حابة فرمون إما دعايت من دخلنا نفر من ذكر ليتي جيشتين كمان بيدك انجل في نداءتك هرك سيبو شي ويبت او من هجو برنامج من القران في الوزن ان شاء الله لو تصانا دبي ك قران دبي تبارك بدا سيبو كان بيشي ولا سيبو حتى يخطا او بهشتو كان روج القيامه سيبري بوكا وكبير الله عليه الصلاه والسلام فردنا على سيبو تمام على خواهی کرد برای آزمایش کنی با صفت برزو پیروز کنی اما سما رو کنم سی ذکر خواهی کرد میره بان خلاق کات به هر یک وقت من یک خواب خدا کنم بکات حجی بود اسم من و نب حجی بس من و صلی الله و سلم و بارک علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین جزاك الله خیر. خواهی کرد پدرش کات و نام سجیم یو درین خواهی گوره بکنتی توشید ریانت تیار بیم ام نوانی که ای خواهی موان بابین خلاطکانی هم بگیرن امانه یکمی مرحله تمهیدین ایوب طاها محمد بابین نوط و یکی هنات و یکم کس در مرحله تمهیدین صبر ایوب فتحت و کس خواهی داشتن دات و براسی ایر اون امان خواستن دات او کار عادی نوری سین کسان اکو محمد صالح چوار کس خواه کداشت دادمان سیر خواه سلامت کن.